سلام حبيباتي، مرحبا بيكم في الفلوج تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكونوا فوتوا عيد شباب. عيدكم مبارك، مع شويه طار وطار. من اسبوعين عيدنا، ولكن انا عاد اليوم باش قدرت نصور الانترودكسيون، يعني المقدمه تاع الفلوج، وندير لكم المونتاج تاع الفلوج. العيد ما فوتناش هذا العام كما السنوات اللي فاتت، حسيت حاجه ناقصه فيه، تحسوا باللي كاين حاجه ناقصه. ما قدرناش نروحو نشوفو نزورو الاهل تاعنا في فرنسا، ولا عائلتي انا اللي في الجزائر ما قدروش يجوا عندي. يعني حسيت باللي كاين حاجه ناقصه، ولكن درت مجهودي باش بناتي ما يحسوش بهذاك النقص. ولكن الحمد لله على كل حال، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، هذا هو الاساس. ومن بعد ان شاء الله يا ربي المناسبات جايه ونقدروا نزوروا الاهل والاقارب الى اخره. المهم، حاولت اني ما نحسش بناتي بهذاك النقص، حاولت اني نخلق لهم واحد الاتموسفير باش يحسوا باللي العيد ما خاصه والو. فوتنا الصباح تاع العيد في الهاتف، عيطنا لكاع لا فامي باش نسلموا عليهم ونتمنوا لهم عيد مبارك وكاع. المهم انا هاد السنه يعني مختلفه على السنوات اللي فاتت، لانه انا ما نش متعوده نصنع الحلوى بزاف. بالك لاحظتوا عمري درت لكم حلويات العيد في القناه تاع اليوتيوب تاعي. هاد السنه حضرت حلويات 10 ايام من قبل العيد، بديت في التحضير على خاطر بغيت نكمل شويه قبل، ما بغيتش يعني باش يبقوا لي يومين ولا ثلاثه نتهلا في روحي نريح شويه وكاع. ما قدرتش نصور لكم، لانه من جهه هادو وصفات تعرفوهم من قبل، ومن جهه ثانيه ما كش عندي الوقت، يعني كنت نحاول نكمل بالخف. علاش انا ما نحضرش السنوات الماضيه الحلويات تاع العيد؟ لانه يا اما ماما تكون عندي هي اللي تحضر لي، وانا يا دوب نحضر حلوه وحده ولا زوج. بصح راكم عارفين الواحد كي يكبر ويجيب ولاد الحياه تبدل شويه، والعقل ديال العقليه ثاني تبدا تبدل. المهم انا هذا العام درت حلويات بزاف ما شاء الله، وايضا لافي تاع العيد خرجت بناتي ديتهم يشرو هدايا تاع العيد، لانهم اختاروا بنفسهم واش راهم باغيين. نور مازال شويه صغيره، ولكن ديتها باش تجرب الهديه تاعها، لانه ما قدرتش نشريها وخفت ما تجيش في القياس تاعها. خليتها تجربها وكي عجبتها خديناها، ولكن عطيتهم الهدايا تاعهم حتى في يوم العيد. اما بالنسبه للحنه تاع العيد درت لهم في الليل، ليله العيد درت لهم الحنه. ومن بعد يوم العيد ما قدرناش نخرجوا، فات الامطار والبرد، ويعني ما بروفيتوش مليح. ولكن في اليوم الثاني تاع العيد خديتهم لمنطقه رائعه، راح نحاول ناخذكم معايا في هذا الفلوك تشوفوا واش درنا واش حضرت الى اخره. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم. واذا بغيتوا فلوجات اكثر، لانه هذه الفتره اللي حاسه روحي موتيفي، حاسه روحي متحمسه اكثر للفلوجات على نوع اخر من الفيديوهات، قولوا لي في التعليقات انتم واش تفضلوا، واش تفضلوا الفلوجات ولا الفيديوهات العاديه يعني تحكي على موضوع واحد. المهم ان شاء الله نتمنى يعجبكم، تابعوني حتى اخر الحلقه وكاين جديد راح نوريه لكم. ونسلم عليكم بزاف، ويلا نبدا مع بعض حبيباتي. اليوم راح نوريكم واش صنعت حلوى العيد. انا دائما الحلويات نخزنهم في هذه العلب كيما هكا، هادو علب شريتهم من اكسيون. هنا عندي ثلاث علب راني دايره فيهم دي حلويات من دون ما تستعملوش فيهم الفرن. هذا الاول درت بسكويت مطحون مع كاوكاو مطحون، وخلطته بالشوكولا تارتيني. واش درت معاه يا ربي؟ خلطته بالشوكولا تارتيني، الشوكولاته يعني تاع اللي يديروها في تارتين في الخبز. فوتته في الكاكاو. الكاكاو شويه مر يجي دا كيما لي تروف اللي جي علامه، كي تذوقوه يجيكم شويه مر، ومن بعد كي تمضغوه يعني حلو، يعني المذاق تاعها رائع، ولكن هذا اروع، هذا حيه كاع وحدها. هذا خدمته بلي بيسكوي سبيكولوس اللي هنايا مشهورين في بلجيكا، طحنتهم وخلطت معاهم لا باك تاع سبيكولوس متواجده في كاع المحلات، ولا انا شريتها من ليدل. تحصلت على عجينه جايه شويه مرمله، درت كويرات وفوتهم في الشوكولا البيضاء. واش نقول لكم البنات، المذاق تاعها يهبل ولا اروع. هذا يفوت غايه مع القهوه على خاطر شويه حلو، فقهوه مره تجي معاه سواسوا. بنيون في لي مول تاع السيليكون، درت المول هذا تاع الخامسه، درت المول هذا تاع الخامسه المعروف، درت المول تاع ميني ماوس للبنات او ميكي ماوس، ودرت المول تاع البليغه تاع الطاجين. هذا بناتي يبغوه بزاف، على هذا ما بقاليش بزاف كلاوه من قبل العيد.
واللي الجزء اللي بقى لي منه الثاني درته على شكل في السنيوه باش يخرج لي رخامي، وكليناه قبل العيد يعني في السهرات الرمضانيه كنا مكملينه. البنيون معروف، حلوه الترك، البسكويت، يعني المكسرات اللي تكون باقيه لكم، وكاع كل شيء طحنوه مع بعضك، ما عارفين تلقوا الوصفه تاعها في الانترنت موجوده. هنايا درت الغريبيه، وهذا العام خرجت لي رائعه كيما كنت باغيتها، نيشان مرمله، كنت يعني المذاق تاعها رائع لاني ضفت لها كميه من السمسم يعني الجلجلان، قليته وطحنته وخلطته مع الفرينه، يعني الذوق تاعها جاي يهبل، ريحتها تشموها من وين. انا عمري ولا جربتها، هذه اول مره. العام اللي فات كانت عندي ماما هي اللي الحق دارتها لي، وهذا العام قلت انا معلاش ما نجربهاش، والحمد لله خرجت لي روعه. درت لي بول دو نيج المشهورين، كاع الناس ديرهم. هذه الوصفه ماهيش موجوده في الانترنت تاع لي بول دو نيج، هذه الوصفه تاع ماما، الوصفه الخاصه تاع الوالده تاعي، وفيها واحد السر هو اللي يعطيها هذاك، يعطيها واحد المذاق، وتجي هشيشه تاع الصح، يعني تجي تذوب وحدها في الفم، وخرجت لي رائعه ايضا. هذا كنت شاركت معكم من قبل الوصفه، قلتوا لي سموه صبر الرشاش او مش عارف كي يعيطوا له. المهم يجي بالمربى، درت المربى تاع لي فرومبواز كان عندي، هذا درته كاع مع الويله وقطعته لانه ساهل، ودرته في الكونجيلاتور وكيبقى يومين جبدته. هذا هنايا عندنا حلوه الطابع مع الطليه، يعني بعجينه واحده درت عجينه كبيره قسمتها على زوج. هنايا النص هذا درته غير بالبيض والسكر، يعني هكا بسيط باسكو انا نبغي حاجه بسيطه انا وزوج تاعي في هكا مع القهوه. هذا اللي ما كنتش كاع نشرب القهوه، راني وليت مدمنه عليها. وهنايا هذا استمتعت انا وسيرين وحنا نحضروا فيه، يعني درنا الطليه كيما هكا بهذه الاشكال بهذه الالوان. وفي الاخير حضرت المقرود، وهذه اول مره نجرب المقرود، وصراحه خرج لي رائع وما تحلليش ما تفتتليش في المقله. المقرود هو الكاطو المفضل عند الزوج تاعي، وما جايش نخرجه هذا العيد بلا مقرود، على خاطر كل سنه كاين غير ماما اللي تجيبه معاها، وما تجي عندي ماما تجيب معاها المقرود، الا مشيت انا البلاد نجيب معايا المقرود. هاد السنه قلت انا علاش ما نجربهش، وكنت خايفه منه بزاف، وصراحه خرج لي رائع. وريت لكم في الانستغرام كيفاش خرج لي من الداخل، خرج لي دوب في الفم، جاني مرمل وتعسل علامه الحق، جا شارب العسل تاعه يعني جاني رائع. الوصفه هذه تاني ايضا موجوده كاع، يعني كاين عشرات او مئات القنوات اذا ما كذبنيش ربي اللي حاطينها، يعني بزاف القنوات اللي حاطين هذه الوصفه ومعروفه زعما، غير تبعوا مليح التفاصيل، وحذاري من درجه الحراره تاع الزيت، يعني الزيت لازم يكون حامي مليح باش الحبه ما تفتلكمش وتشد روحها مليح، وكي تبسوه بسوه بيتو غايه في الليل. المهم اذا بغيتوا وصفه من هذه الحلويات اللي حضرت قولوا لي في التعليقات، اذا كان حاجه تهمكم ولا ماذا بيا نشاركها معكم. انا غير فقط ما بغيتش نكرر، على خاطر هادو زعما وصفات كما نقولوا حنا معروفين وموجودين على الانترنت في كاع القنوات، الله يبارك دركا اليوتيوب راه فيه الملايين تاع القنوات اللي يعطوكم كاع الوصفات واحسن. المهم شيرات هادو هما الوصفات اللي حضرتهم، قولوا لي نتوما واش حضرتوا في التعليقات. سي بو نور، مونطخ موا حنا. هاتي مونطخ موا لوطخ ما. او كي شابه حنا، مونطخ. حبسي. دوكا غادي نوريكم الهدية تاع العيد تاع سيرين. هدية العيد هاد السنة اختارت لعبة من هاري بوتر. كي نقولوها هاري بوتر؟ هاري بوتر. هادي تاني باغي ترجميها ضحكي. بون كيما راكم تشوفوا مكتوبه 9 سنوات، بصح صراحه اذا الاطفال تاعكم، اذا الطفل تاعك في عمره 5 سنين، واذا في عمره 5 سنين وموالف يلعب بهاد لي ليغو، موالف يركبهم وكاع،
فصدقوني 9 سنوات يقدر يلعب به عادي. سيرين راها تركب في هذا، عندها 15 يوم هي ملي بدات تركب فيه. فيه 6 تاع الاكياس، حلت الكيس الاول والثاني والثالث والرابع، ركبتهم. كاين واحد جزء واحد اخر لتحت في الصالون مازال ما كملاتهش، وغدا ان شاء الله ولا من غد تبدا الجزء الخامس، ومن بعد يبقى الجزء السادس. يعني ياخذ منها وقت كتير. واحده سقستني قالت لي كي ديري باش بناتك مي نور الصغيره ما تخسرش الالعاب تاع سيرين. صراحه الالعاب مين يكونوا كيما هكا فيهم الدقه وفيهم بزاف القطع وكاع، نخلو نور دير القيلوله تاعها باش سيرين في هذاك الوقت تنجم تركب الالعاب اللي كيما هادي. سيرين شنو راكي ديري منها؟ تقدري تورينا شنو راكي ديري؟ هنا عندها تاني واحد الليغو واحد اخر ركبته كاع من قبل، هذا تاع ألادان وجاسمين علاء الدين، وهذا تاع لا رين دي نيج إلزا وأنا. ياك الصراحة السعر تاعهم شوية غالي، ولكن الجودة تاعهم ممتازة، وبنتي زعما تلعبهم كي تلعب زعما كي تركبهم ما تعاودش تفتحهم ولا تفككهم ولا تحتفظ بهم كديكور في الغرفة النوم تاعها، لأنها تبغي بزاف هاد الألعاب تاع الليغو، يعني تقضي وقت طويل وهي تركب فيهم. وصراحة ألعاب كيما هكا ينمو الذكاء تاع الطفل، فإذا كنتو من الأمهات اللي يبغوا يشغلوا أطفالهم بأشياء من هاد النوع فجربوا مع الطفل تاعكم حاجة تتوافق مع السن تاعه، ومن بعد كي تشوفوه باللي جابت نتيجة ممكن تزيدوا له تجيبوا له حاجة اللي شوية تفوق السن تاعه. هدية الهدية تاع نور للعيد، على هذه خديتها معايا المحل باش تقدر تجرب باش نشوف رجليها واش يتوشو الارض ولا لا. خدينا لها دغيزيان ودينا معها هاد الكاسك. الاختلاف بين دغيزيان والفيلو كما راكم تشوفوا ما كانش لي بيدال، وهذه مليحه للاطفال من سن سنتين باش يتعلموا التوازن احسن من انكم تعطوا الطفل الدراجه العاديه وهو في عمره 3 سنوات وديروا له هذوك العجلات اللي في الخلف باش يعاونوا في التوازن. من الافضل تبدو بهادي، هنايا في بلجيكا وهولندا كاع يبدو بهادي الاطفال من سن سنتين، باش كي يكبر الطفل شويه يبدا في الدراجه العاديه بدون هذوك العجلات تاع التوازن. حنا هادي الغلطه اللي درناها مع سيرين، عطيناها دراجه عاديه مع العجلات تاع التوازن، فكي كبرت شويه حصلت دركا مازالها ما وارفتش التوازن مليح، ولكن مع نور قررنا ناخذ هذه باش تتعلم التوازن وحدها. هذه خديناها من ديكاتلون والسعر تاعها 35 اورو. خفيفه مليحه مصنوعه من الالومنيوم، يعني جوده تاعها ممتازه. كاين موديل واحد اخر فيه هنايا لي فران يعني فراغي، ولكن فضلنا ناخذ هذا الموديل لانه تقدر البو فريني تقدر تحب توقف الدراجه تاعها فقط برجليها.
تفهموا هذا الفلوغ. اليوم راح نوريكم هاد السجادات اللي علموا الاطفال الصلاه. حكيت عليهم من قبل في الانستغرام ولكن ما نظنش حكيت عليهم بالعربي، حكيت عليهم بالفرنسيه فقط، ولكن اليوم راح نحكي لكم عليهم لانهم حاجه روعه وتستاهل يعني اني نحكي لكم عليها ونعرفكم على هذا المنتج. المهم هادو جايين من موقع mysajada.com. هاد السجاده هادي خاصه بالاطفال من سن 3 الى 5 سنوات، هادي اللي تشرح لهم طريقه الصلاه من البدايه الى النهايه، يعني هكا حتى يهودونا يعني بالتفصيل الممل، يعني كل النقاط اللازمه، يعني لازم الوضوء، لازم يتجه عند القبله، لازم الاذان، لازم النيه، لازم التكبير، يعني كاع حاجه، يعني حتى الطفل يشوف كاع المراحل بالتفصيل، عنده وين يحط الرجلين تاعه، وحتى القماش اللي مصنوعه منه بالخف يتنظف للاطفال لانها للاطفال الصغار، وممكن تزيدوا تنقصوا في الفوليوم يعني في الصوت، وممكن تغيروا ايضا اللغه. يعني هذه السجاده رائعه ولكن هذه فقط للبدء مع الطفل في تعليم الصلاه، يعني المرحله الاولى. من بعد كي الطفل يتعلم الصلاه وباش يتعلمها بطريقه جيده جدا وتتاكدوا انه صلى صلاته كامله، وحده كما هذه ولا اروع، هذه من الاطفال من سن 6 الى 7 سنوات، ما فيهاش بالتفصيل ولكن فيها واحد البواتي هنايا اللي راح يساعد الطفل تاعك انه يشوف وين راح حابس في الصلاه، واش لازم عليه يدير، ويحسب له عدد الركعات. فيها ايضا بوصله باش الطفل يشوف الاتجاه تاع الكعبه. راح نقرب لكم ونوري لكم. راك تشوف في هذه العلبه هذه هنايا، كي نجي هنايا نضغط هنايا راني شعلتها. كما راكم تشوفي الطفل لازم يختار اي صلاه راه باغي يديرها، مثلا صلاه الصبح لا بريير دو الصبح. اذا هنايا وين يكون واقف كما هكذا الاعتدال هذا، لازم الطفل يحط رجليه هنايا في هذا المكان والا الصلاه ما راحش تبدا. فراح نديرها قدامكم هنايا غير باش نوري لكم. هنايا راني وخرت رجليا فقط باش نشرح لكم. المهم شفتوا بلي الصوت واضح جدا وعندها يعني جوده عاليه. هنا كي وخرت رجلي نتاعي من السجاده راه يبقى السينيالي بلي لا لازم نعاود نرجع ونكمل الصلاه، ومن بعد كي نعاود نرجع رجليا يعني الصلاه تتمشى كيما هكذا كاع الخطوات حتى للتسليم. يعني يكمل كي يكمل الركعه الاولى يسجل لهنا رقم واحد، ومن بعد كي يكمل الركعه الثانيه يسجل رقم اثنين، وحتى للتسليم. احنا يا الله اكسبت مي بريير، يعني راح يرافق الطفل تاعك، يعني هاد السجاده راح ترافق الطفل تاعك في عمليه الصلاه حتى للاخير، وانت كي كاع ما تكونيش معاه ولا هو راه يعرف راح وين نحبس وفاش غلط واش لازم عليه يدير. فيها ايضا صلاه الاستخاره وقلا، وفيها صلاه التراويح يعني كامله، يعني ما كاش حاجه ناقصه. يعني ما شاء الله منتج رائع، ولازم علينا نشجعوا هذا النوع من المنتجات. المهم اذا تحوسوا على كود برومو لانها متواجده في موقع mysajada.com. اذا بغيتوا كود برومو باش يكون عندكم خصم، شوفوا في صندوق الوصف راح نحط لكم الكود اللي هو يعني ساهل فقط حفظوه، مسلم كوينز، مشي مشكله. المهم ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم والافكار تكون عجبتكم. نسلم عليكم بزاف ونتلاقوا في فلوج جديد وحلقه مقبله. باي باي.